ثلاث نقاط. الكرة الان مع فريق الرمثة. طبعا الملعب اكيد مبتل بمباراة يعني ملتهبة، مباراة فيها كل شيء. في الرمثة بهدف، وبالمناسبة اول هدف، اول هدف والتقدم وزيادة الرصيد النقطي والذي يستقر حاليا. كرة عندها محمد الصقري، طويلة بالامام باتجاه المساعيد، اشرف المساعيد، اشرف، ولكنها مقطوعة بالنهاية من قبل اللاعب اجانيت. بقية اللقاءات في الدوري تشير افضلية وفريق مجيد بني حسن. طويلة بالامام الى اشرف المساعيد، ولكن اقرب للاعب فودور عن لاعب الرومان على الفريق العربي. اكيد لا يريد الذهاب الى نفس المصير، اكيد يريد فريق مجيد بن حسن لاعب محمد علوم يذهب بعيدا عن مرمى فريق الرمثة. الان محمد المحارمي، كرة عند اللاعب الروماني، اللاعب رقم 41 حتى فريق المنشية. ايضا كرة مقطوعة، سعيد مرجع، محمد عرفة المراقب. المباراة استمرار بالهجة مقيد. تصل الان الى اللاعب فودور كريستيان الى مواطنه دان اجانيت، الى فودور كريستيان من جديد، كريستيان بالامام الى احسان. الرمثة يبحث عن ثغرة الان في دفاعات فريق مجيد بن حسن. ايضا ذات الرمثة تمسكت ودعمت موترو، والان تقطف الثمار على امل الشباب المتحمس لفريقه للاعب عمر غازي. ايضا مقطوعه من دفاعات فريق الرمثه. اليوم الجزيره نذكر تغلب على فريق البقعه بهدفين دون مقابل، وبالتالي عزز مركز المراكز اللي فرضتها تغييرات اللاعبين. كره تذهب الى رمي تماس لمصلحه فريق مجيد بني حسن. الهجوم الان، كرة عند عديش دفات، يعكس كرة الآن، مقطوعة بالرأس من المدافع الروماني، العرضية حاضرة والرأسية فوق المرمى. كرة رأسية كانت من قلب الدفاع الروماني تذهب فوق المرمى. محاولة من اللاعب يونس، وأيضا خاطئة لم تصل لحوراني. محمود البصول